أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأحباب المسجلين في مسار طرق البحث العلمي، نرحب بكم في المحاضرة الخامسة من المساق، والتي تتحدث عن The Research of Proposal and its Main Contents. سنكمل فيها الحديث عن مكونات مقترح الدراسة البحثية. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن صفحة العنوان وما يجب أن تحتويه وما شروط صياغة صفحة العنوان، ومن ثم تحدثنا عن فهرس المحتويات في والذي يلي صفحة العنوان. اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن المقدمة والخلفية العلمية الواجب توافرها في مقترح الدراسة Introduction and Background. طبعا هذه صورة لصفحة العنوان التي تحدثنا عنها سابقا، Remember للتذكير طبعا. وهنا تحدثنا عن شروط اختيار عنوان الدراسة البحثية أيضا في المحاضرة السابقة، والآن نعرضها أمامكم من باب التذكير. تحدثنا أنه يجب أن يكون هناك 5 شروط في الدراسة لصياغة عنوان الدراسة. يجب أن يذكر المتغير المستقل والمتغير التابع، يجب أن تذكر اللي هو المجموعة المستهدفة التارجت بوبوليشن والمكان الذي أجريت فيه الدراسة، يجب أن يذكر مصطلح تصميم الدراسة والديزاين تيم، كذلك يجب أن تكون كلمات الدراسة أو كلمات عنوان الدراسة مختصرة وموصلة للمعلومة، ولا ينصح أن يزيد عنوان مقترح الدراسة عن 72 كاركتر. وتحدثنا أيضا أنه يفضل أن يحتوي العنوان هذه الشروط 5، لكن إن وجدنا عنوان يحتوي 4 شروط وليس الشروط 5 لا يعني أنه عنوان خاطئ، لكن سيكون أفضل لو احتوى الشروط 5. أيضا هذا شكل فهرس المحتويات الذي تحدثنا عنه سابقا. اليوم حديثنا عن المقدمة والخلفية العلمية للدراسة. Introduction and background. This section should contain a rationale for your research. Why are you undertaking the project? Why is the research needed? The rationale should be placed within the context of existing research or within your own experience and observation. المقدمة أو الخلفية العلمية للدراسة البحثية هذه تعتبر أول جزء في المقترح البحثي اللي احنا بنسميه البروبوزال، وتحتوي الأساس المنطقي. إيش تحتوي الأساس المنطقي لمقترح الدراسة؟ بمعنى يجب أن توضح لماذا تقوم بإجراء المشروع البحثي أو هذه الدراسة أو مقترح هذه الدراسة. لماذا إجراء البحث مطلوب وهام وحيهم جهات الاختصاص والجهات الداعمة؟ عشان هيك مهم جدا وضع الأساس المنطقي في سياق البحث استنادا إلى خبراتك وملاحظاتك ومعارفك اللي أنت اكتسبتها خلال سنوات عمرك. يعني من الآخر زي ما بنقول وبشكل أساسي من الآخر، لازم عليك أو واجب عليك إقناع الناس بأنك تعرف ما تتحدث عنه وما تريد أن تبحث فيه، لأنه عندما يقتنع جهات الاختصاص أو الأناس الذين سيدعمون بحثك أو سيستفيدون من بحثك إنه بحثك مهم، بالتأكيد سيتبنون هذا البحث. لذلك المقدمة أو الخلفية العلمية للمشروع أو لمقترح الدراسة، وهي نفسها طبعا حتكون للبحث نفسه، لأنه بعد ما يتم اعتماد البروبوزل ويتم إجراء الفحوصات العملية أو تنفيذ البحث بشكل عملي أو مقترح البحث بشكل عملي، ننتقل لمرحلة كتابة البحث، فأيضا تحتوي الانترودكشن والباك جراوند. فالمقدمة أو الخلفية العلمية للمشروع البحثي لازم تشمل وتوضح أو تحتوي تعريف كل المتغيرات الموجودة في الدراسة التابعة والمستقلة والكنترول والعلاقة بين هذه المتغيرات، أيضا عرض المشكلة البحثية وطبيعتها العملية والعلمية والسبب في اختيار البحث. ومن الجيد أو من المهم عرض تطور المشكلة البحثية ومن الذين بحثوا فيها وإلى ماذا وصلوا من نتائج، بحيث
يعرف الباحث من أين سيبدأ. لذلك introduction and background. This section includes يشمل statement of the research problem واللي الآن حنتناقش فيها أو حنتعلم كيفية صياغة المشكلة البحثية. كذلك this section include formulates its objectives وأيضا في المحاضرة هذه سنتعرف كيف نقوم بصياغة أهداف اللي هو المقترح البحثي تبعي طبعا استنادا على المشكلة البحثية. وأيضا في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتعرف على كيفية صياغة justification أو التعبير عن مبررات المشكلة البحثية أو الدراسة تبعتي. وأيضا سنتعرف على كيفية كتابة وصياغة السيجنيفيكانس أهمية المشكلة. وأخيرا في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتعرف على كيفية صياغة الهايبوثيسيس الفرضيات البحثية. 1.1 statement of the research problem. لاحظوا حضراتكم أول شيء statement of the research problem تحدثنا أننا سنتحدث عنه. الآن سنتحدث عن statement of the research problem كما هو موضح. A research problem identification كيفية تحديد المشكلة البحثية. الجميع يعلم أنه ليس كل مشكلة علمية أو كل فجوة علمية أو كل فجوة صحية أو كل سؤال علمي أو سؤال بحثي يحتاج إلى بحث للوصول إلى إجابات أو حلول عنه أو حلول له إذا كان مشكلة طبعا. بعض المشاكل تفهم أسبابها بمجرد دقة الملاحظة من جهات الاختصاص ذات العلاقة، بمعنى ليس كل سؤال بحثي أو كل مشكلة أو كل فجوة علمية تحتاج إلى بحث. تمام؟ طيب لو سألنا سؤال ما هي المشكلة البحثية؟ المشكلة البحثية هي سؤال علمي يحتاج إلى إجابة. سؤال علمي يحتاج إلى إيش؟ إلى إجابة علمية مستندة إلى البراهين. لكن في نقطة مهمة هنا يجب توضيحها. Whether a problem requires research depends on three conditions. ما إذا كانت تمام؟ ما إذا كانت المشكلة البحثية تمام؟ تتطلب بحث علمي فإن ذلك يتطلب أو يعتمد على ثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ وركزوا معايا حضراتكم في الشروط. يعتمد ما إذا كانت المشكلة العلمية تتطلب بحث على شروط ثلاث. ما هي؟ واحد there should be a perceived difference or discrepancy. وركزوا على كلمة discrepancy بمعنى تناقض between what it is and what it should be. يجب أن يكون هناك تناقض أو اختلاف ملموس بين ما هو موجود وما يجب أن يكون. يجب أن يكون هناك تناقض أو اختلاف ملموس، وكلمة discrepancy معناها إيش؟ تناقض أو اختلاف تمام؟ ملموس بين ما هو موجود وما يجب أن يكون. اثنين the reason or reasons for this difference should be unclear. سبب الاختلاف أو التناقض هذا غير واضح أو غير معروف. ثلاثة there should be more than one possible and plausible answer to the question. يجب أن تكون هناك أكثر من إجابة ممكنة أو معقولة أو محتملة للسؤال البحثي. الإجابات المعقولة أو المحتملة أو الممكنة هذه تمثل حل المشكلة البحثية أو إجابة السؤال البحثي. طيب بعض الطلاب حيسأل إيش قصدك في الكلام هذا؟ أنا حقولهم إنه العرب قالت قديما وفي المثال يتضح المقال. عندي مشكلة بحثية، أنا عندي حالة مشكلة. Example 1 problem situation in district Y في منطقة Y. Y يعني أي اسم، إيش ما يكون اسم المنطقة. A report showed that in the first month there were 500 children under 1 year old who started immunization. But at the end of the year it was found out that there were only 25 children who completed their vaccination. بس كلها حالة معينة أو حالة دراسية، إنه في منطقة اسمها واي
أي تكن المنطقة، في 500 طفل بدأوا برنامج تطعيم منذ الشهر الأول للعام، لكن في نهاية العام وجدوا أنه فقط 25 طفل، يعني ما نسبته 5%، هم الذين أكملوا برنامج التطعيم هذا. يا ساتر يا رب، طب ليش 25 طفل فقط؟ وين بقية الـ 475؟ ليش ما كملوش برنامج التطعيم؟ الديسكريبيانس اللي هو التناقض اللي تو حكينا عنه، من شروط، أول شرط في شروط معرفة ما إذا كانت المشكلة البحثية تتطلب بحث، أول شرط حكينا أن يكون هناك تناقض أو اختلاف ملموس بين ما هو موجود وما يجب أن يكون، تمام؟ إيش الديسكريبيانس التناقض؟ All the 500 children at district Y should have completed their vaccination. تمام؟ But only 5% out of those who started vaccination have completed. تمام يا أحباب؟ ما يجب أن يكون أنه عندي 500 طفل اللي هو بدأوا برنامج تطعيم. ما هو موجود؟ إنه فقط 25 طفل أكملوا البرنامج هذا، فهي التناقض. تمام يا أحباب؟ طيب، أصبح السؤال البحثي أو البروبلم ريكوستشين، Why only 5% of the children completed their vaccination؟ ليش 5% بس من الأطفال هدول أكمل برنامج التطعيم؟ لاحظوا حضراتكم السؤال البحثي حصلت عليه من التناقض. دائما الإنسان لما بطرح سؤال، لما بتكون الأمور قدامه مش واضحة، هناك تناقض أو عدم وضوح. هل هناك إجابة واضحة للسؤال هذا؟ لأنه الشرط الثاني حكينا، في الشرط الثاني من شروط معرفة ما إذا كانت المشكلة العلمية تتطلب بحث علمي، قلنا في الشرط الثاني يجب أن يكون السبب أو أسباب التناقض هذا غير واضح. سؤالي هنا، هل أسباب التناقض هذا واضحة أو غير واضحة؟ فهو بقول لي هنا في الحالة اللي قدامي definite answer إنه out of the one hospital two health centers and 10 health stations found in district Y only two health stations were functioning. The rest were closed due to insecurity in the area. فإيش بقول لي في الحالة هذه؟ إنه من بين مستشفى واحدة ومركزين صحيين وعشر المحطات الصحية، فقط تنتين شغالات وبيستقبلوا مرضى وبيستقبلوا أطفال لبرامج التطعيم. ليش؟ لأنه في عندهم هنا مشكلة insecurity. مشكلة إيش يا حبايبي؟ insecurity يعني في مشكلة انعدام أمان، مشكلة اللي هو حرب داخلية أو نزاعات مسلحة ما إلى ذلك. Of example, assuming that the given facts are true, there is no need of undertaking research. طيب، بما إنه هناك إجابة واضحة ويمكن جهات الاختصاص في العقل وفي المنطق يعرفوا سبب عدم إكمال أطفال هذول لبرنامج التطعيم، إنه وجود نزاعات مسلحة في المنطقة اللي هو insecurity، أصبح المنطق والعقل بقول إنه الإجابة واضحة هنا. إجابة واضحة، insecurity معناته الناس مش هتقدر تطلع من بيوتها وتروح تطعم أولادها، بالتالي الحالة الدراسية اللي قدامي هنا أو الحالة هذه لا تحتاج إلى بحث. برجع بذكركم إنه ليس كل جاب أو فجوة معرفية أو كل سؤال علمي يحتاج إلى بحث، إنما يمكن استنباط الإجابات من قبل جهات الاختصاص من خلال لو تحليل بسيط أو تفكير بسيط مبني على أدلة وبراهين. نشوف example number 2. example number 2 شبيه بexample number 1. عندي district اسمها زد، منطقة زد البوبوليشن فيها 150 ألف تقريبا، عندهم مركزين صحيين وعندهم مستشفى واحدة و15 محطة صحية، كلهم شغالين 100% وعال العال. برنامج التطعيم اللي بدأ عندهم بيستهدف الوصول لميل 80% من الأطفال يكونوا أخذوا التطعيمات، لكن في نهاية العام وجدوا فقط أنه 25% من الأطفال هم الذين حصلوا على التطعيمات. يعني الديسكريبيانسي كان عندي هنا although district Z had 100% availability of health services and at least 80%
of the children should had full vaccination, the vaccination coverage was only 25% as seen above. فقط 25% من الأطفال هم الذين حصلوا على التطعيم. طيب المستشفيات شغالة تمام، والعيادات شغالة تمام، والمحطات الصحية بتستقبل الأطفال وفيش مشاكل، ليش 25% من الأطفال هدول هم الذين يعني تمكنوا من الحصول للتطعيمات؟ أصبح السؤال البحثي بدنا نسأل ليش، إيش السبب؟ What factors influence the low vaccination coverage in District Z؟ ما هي العوامل التي تقف وراء عدم اللي هو تلقي الأطفال هدول التطعيم، يعني عدم اكتمال نسبة التطعيم لغاية 80% بين الأطفال؟ طيب هل هناك إجابات محددة؟ صراحة هناك عدة إجابات محتملة. طب أن هي إجابة الصح مش عارفين. مثلا من الإجابات mother might have a problem for not attending the ABI sessions، يعني الأمهات لديها مشكلة في الوصول أو في الذهاب لمكان اللي هو المستشفيات أو المكان اللي بيتم التطعيم فيه، ممكن بعد أماكن سكناهم، ممكن في حصلت ظروف معينة كانت عامة منعت الأمهات أنهم يصلوا. اثنين the immunization program might not have been generalized، ممكن مثلا ضعف وسائل الإعلام وتوعي حول أهمية التطعيم، يعني لم يتم التعميم بالشكل الكافي لبرنامج التطعيم. ممكن أنه برنامج التطعيم غير محطوط أنه إلزامي ضمن ملفات المرضى. ممكن إجابة 2 3 5 10، حط ما شئت من الاحتمالات. طبعا هو احتمال هو الإجابة الصحيحة أو هو إجابة السؤال البحثي تبعي مش عارف، عشان هيك thus the above problem situation is researchable، هذه المشكلة البحثية لازمها بحث عشان أقدر أنا إيش أجاوب وأحدد السبب الحقيقي وراء عدم تمكن 75% من الأطفال إنهم يكملوا برنامج التطعيم بتاعهم أو برنامج التطعيم الذي صمم لهم. B formulating the problem statement، بعد ما حدد after identifying selecting and analyzing the problem the next major section in the research proposal is statement of the problem، بعد ما حللنا المشكلة البحثية واخترناها، بعد ما حددنا المشكلة البحثية واخترناها وحللناها، الخطوة اللي بعديها ان انا بدي اصيغ المشكلة واكتبها واقدمها بشكل كتابي او بعرض كتابي بحيث انها تكون واضحة ومقنعة لجهات الاختصاص. يعني البروبلم ستيتمنت او صياغة المشكلة البحثية هي عبارة عن عرض كتابي واقعي ومنطقي للمشكلة البحثية. كيف بدي اكتبها وعرضها عرض كتابي واقعي ومنطقي للمشكلة البحثية. سؤال: Why it is important to state and define the problem well؟ لماذا يجب على الباحث شرح وتعريف المشكلة البحثية بشكل جيد؟ واحد: It is the foundation for further development of the research proposal، لأنها الأساس الذي سيبنى عليه مراحل البحث القادمة، زي أهداف البحث. أهداف البحث لما بدي أصيغها هأستند على المشكلة البحثية، منهجية البحث، خطة عمل البحث، جميع مراحل البحث القادمة تستند على خطة البحث. اثنين: make it easier to find information and reports of similar studies from which your own study design and benefits، لأجل تسهيل البحث عن معلومات ودراسات سابقة مماثلة يمكن أن يستفيد منها تصميم دراستك الحالية. يعني تصميم الدراسة تبعتي هيستفيد من الدراسات أو من تصاميم الدراسات السابقة. ثلاثة: enable the researcher to systematically point out why the proposed research on the problem should، تمكن الباحث من الإشارة بشكل منهجي إلى سبب إجراء المقترح حول المشكلة البحثية وما تأمل تحقيقه الدراسة من النتائج، يعني النتائج اللي حتخرج من الدراسة ماذا ستقدم لنا من معلومات كافية وشافية. تمام يا أحباب إلى الآن؟ تمام. سؤال، وهذا أهم شيء عندي،
information include in the statement of a problem. ما هي المعلومات الواجب توافرها في المشكلة البحثية؟ وهذه من الأسئلة اللي أنا بحب أسألها في الامتحانات، لأنه هذه اللي أنت حتكتبه كطالب لما كباحث مبتدئ، حتبلش تصيغ المشكلة البحثية. عندك خمس نقاط، الخمس نقاط والخمس نقاط تحتوي معلومات أو بيانات مهمة، الخمسة لازم أشوفها أنا في المشكلة البحثية تاعتك. لهيك أنا حملي لك إياها باللغة العربية لأجل أنه توصلك الفكرة. زي ما تو حكينا أو ما تحدثنا قبل قليل، أنه المشكلة البحثية أو البروبلم ستيتمنت عبارة عن عرض كتابي واقعي ومنطقي للمشكلة البحثية، تشمل عدة عناصر أو خمس عناصر. ما هي؟ واحد، تبدأ بوصف بسيط منطقي ومختصر للحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية لمجتمع الدراسة، اللي هو الستادي بابوليشن تبعي. اثنين، بعد ذلك يتم الانتقال لوصف تفصيلي للمشكلة البحثية عبر إبراز ما هو موجود وما يجب أن يكون، بالإضافة إلى توزيع حجمها وتوزيعها وحدتها ومخاطرها. ثلاثة، تضمن عرض تتضمن عرض العوامل الرئيسية ذات العلاقة والتأثير بالمشكلة البحثية. أربعة، تشمل ذكر تمام ذكر يعني مرور على الدراسات السابقة التي ناقشت المشكلة البحثية والحلول التي اقترحتها الدراسات السابقة والتي اعتبرت من وجهة نظر الباحث غير كافية، بالتالي وجبت الدراسة الحالية. خمسة، مهم جدا أن تكون الكلمات والعبارات المستخدمة في صياغة المشكلة البحثية مختصرة وقصيرة ومعبرة وكافية. طبعا في صياغة المشكلة البحثية من الجيد جدا أو من الممتاز أن أنا أشوف العناصر الخمسة هذا موجود فيها، لكن كثير من الأحيان لا نستطيع جمع العناصر الخمسة هذه في المشكلة البحثية. الملخص البسيط اللي أنا ذكرته في اللغة العربية هو نفسه اللي مكتوب أمامكم في اللغة الإنجليزية. تمام يا أحباب؟ تمام. فبكرة لما إن شاء الله رب العالمين تبلشوا في كتابة المشكلة البحثية للبروبوزالات بتاعتكم أو لمقترحات الدراسات بتاعتكم، فاعتمدوا واستندوا بشكل أساسي على النقاط الخمسة هذه. الآن يا أحباب، إلى الآن بنكون وصلنا، قد أنجزنا اللي هو التايتل بيبر، صفحة العنوان، محتوياته وكيفية صياغة العنوان، رأينا list of contents اللي هو المحتويات، تحدثنا عن introduction background وشملنا أول جزء أو أول مكون من مكونات الانتروداكشن والباكجراوند اللي هو البروبلم ستيتمنت. سنتحدث الآن عن الأوبجكتيفز اللي إحنا بنسميها أهداف الدراسة. أهداف الدراسة تبعتك، ولتوي أو قبل قليل تحدثنا أنه قلنا الأهداف يجب أن تستند بشكل رئيسي على إيش؟ على المشكلة البحثية. Formulating the objectives، كيفية إجراء أو كيفية صياغة أهداف الدراسة. Having decided what to study and knowing why you want to study it, you can now formulate your study objectives. بعد أن يقرر الباحث، أنت طبعا كباحث، بعد أن يقرر الباحث ما سيدرسه من خلال اختيار موضوع الدراسة، مش إحنا بنعرف إيش بدنا ندرسه بعد ما نختار الموضوع كما تعلمنا مسبقا، وبعد كتابة سبب رغبته في الدراسة من خلال صياغة المشكلة البحثية. مش توي أو قبل قليل تحدثنا إنه المشكلة البحثية توضح لنا سبب رغبتنا في الدراسة. الآن الخطوة التالية هي صياغة أهداف الدراسة. طبعا أهداف الدراسة هي تشتق بشكل رئيسي أو تستند بشكل كبير على اللي هو المشكلة البحثية اللي احنا تحدثنا عنها قبل قليل. تمام يا أحباب؟ تمام. طيب Example 1، في عندي مشكلة هنا، if the problem identified is، لو كانت عندي المشكلة الموجودة قدامي
اللي هي low utilization of health clinics in rural district، اللي هو ضعف او قلة اقبال الناس على العيادات في منطقة قروية او في قرية ما. تمام. الجنرال اوبجكتيف، الهدف العام بكون عندي للدراسة to assess the reasons for this low utilization، لمعرفة اسباب انخفاض او قلة اقبال الناس على العيادات في القرى هذه. لو احنا عملنا عملية تقسيم او تقطيع للهدف العام هذا بنحصل على اهداف اصغر اسمها الاهداف الخاصة specific objectives، والتي بعد قليل سنقوم بتعريفها. فاصبح يا حبايبي الديفينيشن التعريف general objective او الهدف العام للدراسة تبعتك ايش هو، the aim of the study in general term، اي هدف الدراسة بشكل عام، وعادة نشتقه من العنوان او بشكل كبير عند الصياغة نشتقه من العنوان. example 2 if the problem identified، لو عندي انا مشكلة محددة او مشكلة حددتها اللي هي missed chances for the vaccination program among children in Gaza Strip، اللي هو الهدف معناه ضياع فرص التطعيم على الأطفال في قطاع غزة. هذه المشكلة البحثية بتاعتي. طب إيش الهدف العام هيكون؟ To assess missed chances for the vaccination program among children in Gaza Strip، للوصول إلى أسباب فقدان الأطفال فرصهم في التطعيم في قطاع غزة. لاحظوا حضراتكم، مجرد المشكلة بتكون عندي بضيف لها action verb to assess, to determine, to evaluate. action verb، عشان action verb هي أفعال يمكن قياسها أو التعبير عنها أو يمكن قياسها من خلال المتغيرات التي تعبر عنها. specific objectives، الأهداف الخاصة بتاعت الدراسة، هي the means by which you intend to achieve the aim، الوسائل والإجراءات التي بواسطتها يتم تحقيق الهدف العام للدراسة. specific objectives unlike the general objective، the specific objectives are more specific، أكثر تخصصية في التعبير عن اللي هو الدراسة. are related to the research problem situation، طبيعي أنها بدها تكون لها علاقة في مشكلة الدراسة. they indicate variable، تحتوي متغيرات. تمام. to be examined، هذه المتغيرات يمكن اختبارها. and measured، وقياسها. لو انا عندي example تحتوي missed chances for vaccination program among children in Gaza Strip، هذا كان المشكلة البحثية تبعتي واللي قدرنا منها general objectives او استخرجنا منها general objectives، ايش specific objectives ممكن تكون؟ لاحظوا كيف بدي اعمل تقطيع للهدف العام. The first one، الهدف الخاص الأول، to find out، لإيجاد the magnitude of missed chances for the children who attending OBD MCH CDD etc in Gaza Strip، لإيجاد حجم الفرص الضائعة على الأطفال الذين يذهبون أو يزورون الـ OBD. طبعا هو الـ Outpatient Department، قسم العيادة الخارجية. الـ MCH اللي هو Maternal and Children Health، اللي هو قسم صحة الأم والطفل. الـ CDD اللي هو القسم اللي هو Control of Disease، قسم مكافحة الأمراض أو قسم مكافحة الأمراض. فبدهم يعرفوا حجم اللي هو الفرص الضائعة على الأطفال. الهدف الخاص الثاني، to examine the reasons for children not being immunized while attending to نفس الأقسام. ليش؟ بدنا نعرف إيش الأسباب الكامنة وراء عدم اللي هو تطعيم الأطفال اللي زاروا الأقسام هذول. فأصبح الأهداف الخاصة هي أصلاً عبارة عن هدف، الهدف العام، لكن يتم تقطيعه لعدة أهداف، بحيث تحقيق كل هدف بوسائله وأدواته من الأهداف الخاصة هذه بمجملها وبمجموعها نصل إلى تحقيق الهدف العام بشكل كامل. تمام يا أحباب؟ تمام. طيب،
the formulation of objectives will help us to. صياغة الأهداف البحثية بيساعدنا بإيش؟ واحد focus the study. لما أنا بحدد الأهداف اللي أهداف الدراسة تبعتي بركز الدراسة. أنا عندي ثلاث مسارات لتحقيق الهدف العام، بدي أعمل واحد اثنين ثلاثة بكونش تايه وضايع. تمام يا أحباب؟ لكن لو ما حطيتش أنا أهداف قدامي حصير شغال للبحث لكن مش شغال ضمن رؤية مستنيرة ومش عارف المسارات اللي أنا حمشي فيها. تمام يا أحباب؟ فتحقيق الأهداف مهم إنه أنت تسير بمسارات واضحة ومعلومة. اثنين avoid collecting of data that are not necessary for understanding and solving the identifying problem. أيضا لما بحقق الأهداف تبعتي بجمع البيانات ذات العلاقة بالأهداف والتي تخدم الأهداف تبعتي. بروش أجمع بيانات مش هتفيدني ومش هتلزمني. تمام؟ بالتالي أنا بقلل الجهد والوقت وبقلل إنفاق المال. فتحديد الأهداف مهم جدا. ثلاثة organize the study in clearly defined parts. أيضا الدراسة تبعتي بتكون محددة ومنظمة في مسارات واضحة في طرق محددة لما أنا بكون محدد الأهداف بتاعتي. We have to make sure that our objectives. إحنا لازم نتأكد إنه أهداف الدراسة cover the different aspects of the problem and its contributing factor in coherent way and in logical sequence. لازم نتأكد إنه أهداف الدراسة تغطي كافة جوانب المشكلة البحثية والعوامل ذات العلاقة بها بطريقة متسلسلة ومنطقية أو بتسلسل منطقي. 2. Are clearly expressed in measurable terms. مهم جدا إنه نعرف إنه تم التعبير عنها بشكل واضح وقابل للقياس. Are realistic considering local conditions. لازم تكون الأهداف واقعية بالنظر للظروف الحالية أو ظروف إجراء الدراسة. لازم تكون أهدافك واقعية، ما ينفعش تحط أهداف أنت تقدرش تحققها. Meet the purpose of the study. يجب أن تلبي هذه الأهداف، أغراض الدراسة أو الأغراض أو ما تطمح إليه الدراسة أو الهدف بتاع أو اللي هو الإجابة الكافية. يجب أن تلبي الأهداف أغراض الدراسة. خمسة مهم جدا أن احنا نستخدم الأكشن فيربس، أفعال العمل. ليش لازم نستخدم الأكشن فيربس؟ لأنه يسهل قياسها والتعبير عنها. من الأكشن فيربس اللي موجودة عندنا وحتتعرفوا عليها وحتمر عليكم بشكل كبير في الدراسات بتاعتكم، to determine بمعنى للتحديد، to compare بمعنى المقارنة، to verify بمعنى للتحقق من، to calculate بمعنى لحساب، to describe بمعنى لوصف، to find out بمعنى لمعرفة، to establish بمعنى لترسيخ، to estimate يعني أو بمعنى لتقدير، to evaluate بمعنى لتقييم، to assist بمعنى للوصول إلى، to investigate بمعنى الاكتشاف. ومهم جدا إيش بقول لك؟ avoid the use of إيش؟ of vague non-action verbs. تجنب الأفعال التي لا أفعال لا حركة، لا حركة. They to abbreviate لتصديق لإدراك، to understand لفهم، to study لدراسة، to believe لتصديق. بنفعش أقول أنا بالهدف الدراسة عشان أصدق إنه الشيء المتغير X له علاقة بالمتغير Y. لا. في ملاحظة مهمة. It is therefore advisable to limit the number of specific objectives. In the most practical situation, the number of specific objectives should not exceed the three. مهم جدا إنه الأهداف الدراسة تبعتك ما تزيدش عن اللي هو ثلاثة أهداف. لازم نحددها بثلاثة أهداف. ليش؟ لو أنا زدت أهدافي عن ثلاثة أهداف حتتعقد معي طريقة العمل الميثودولوجي، وحتخرج عندي نتائج كثيرة ما قدرش اللي هو أعبر عنها وأعرضها، وحتتعقد عندي الديسكشن المناقشة، وحتتعقد عندي الميثودولوجي، وحنخش بتفسير، وحتتعقد عندي التفسيرات حتى، حنخش بمتاهات كثيرة إحنا بغنى عنها. فمهم جدا الأهداف تبعتي ما تزيدش عن ثلاثة أهداف. طيب يا أحباب نستذكر سويا، إحنا شرحنا صفحة العنوان وما تحتويه وكيفية صياغة العنوان،
عرضنا أمامكم فهرس المحتويات، ثم انتقلنا إلى الجزء الأول من البروبوزال أو الوحدة الأولى الانترودكشن عن باك جراوند، تحدثنا عن البروبلم ستيتمنت وكيفية تحديد ما إذا كانت المشكلة البحثية تحتاج إلى بحث أم لا، وكيفية صياغة المشكلة البحثية، ثم تطرقنا للحديث عن الأوبجكتيفز بأنواعها الاثنين، الجنرال أوبجكتيف والسبيسيفيك أوبجكتيفز، وكيفية صياغة كل منهما وأهمية الأهداف. تمام يا أحباب؟ طيب، أشكر لكم حسن استماعكم، وإن شاء الله نلقاكم في المحاضرة